السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الحرف كي في اللغة الإنجليزية ومتى يكون صامتا أي لا ينطق. لدينا الأمثلة التالية: كيد كيد، هنا نطقنا حرف كي، كيدين كيدين كيد. كيدين مشتقة من نفس الكلمة الأولى التي هي كيد. كيتشن كيتشن. كاراتي كاراتي. لاحظنا هنا بأننا نطقنا حرف كي. نلاحظ المجموعة الثانية: نو نو، ني ني، نيل داون نيل داون، نوك knock، knowledge knowledge. إذن نلاحظ أن هذه المجموعة الثانية من الأمثلة لم ننطق فيها حرف كي، ونلاحظ أن الحرف كي في كل كلمات متبوع بحرف ان. في أسفل الحرف ان وضعت خط أخضر، إذا لا نقول I know ولكن نقول I know. ني لا نقول كني، خطأ، أين أن نقول ني. kneel down ليس kneel down. knock وليس knock. knowledge وليس knowledge. إذن إذا كان الحرف K في بداية الكلام متبوع بحرف N في اللغة الإنجليزية في أي كلمة، لا ينطق حرف K بل ننطق مباشرة حرف N. إذا لاحظنا هذه المجموعة: kid kitchen، keep كي، كاراتي، kid، لدينا حرف كي غير متبوع بحرف ان، لأن ننطق حرف كي عادي. kitchen keep كي كاراتي. إذن القاعدة هي أن كلما كان لدينا كي متبوع بحرف ان نحذف حرف ان في النطق، يعني لا ننطقه، يكون حرف صامت فننطق مباشرة حرف N. هذا كل ما في الأمر. شكرا على المشاهدة. Thanks for watching and see you next time إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.